اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين. اللهم قوني فيه على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة ذكرك، وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين، واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك، وأنزل علي فيه بركاتك، ووفقني فيه لموجبات مرضاتك، وأسكنني فيه جناتك يا مجيب دعوة المضطرين. اللهم حبب إلي فيه الإحسان، وكره فيه الفسوق والعصيان، وكره إلي فيه الفسوق والعصيان، وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين. اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام، وإطعام الطعام، وإفشاء وصحبة الكرام، وإفشاء السلام وصحبة الكرام، بطولك يا ملجأ الآملين.